كوره يعني باذن الله تعالى. نروح لمصر اليوم واللي بتقول ايه؟ تقول الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركه معلول امام دجله. معلول مش هيلعب ماتش دجله، معلول بره مباراه وادي دجله، ممكن بقى يخش في اللي بعد كده. عندك مباراه حرس الحدود وبعد كده الاسماعيلي، هنشوف بقى تطور الحاله هيكون ايه. النسب الاكبر ان هو على مباراه الاسماعيلي في الحقيقه، يعني ان اصابه العضله الضمه اصابه بتبقى رخمه حتى لو خفيفه، بس لازم تتعامل معاها بحرص كبير. يعني متولي يبدا الجري حول الملعب، ده قلناه لحضراتكم. العضله الخلفيه تبعد لطفي، عنده اصابه خفيفه في العضله الخلفيه فبالتالي ما بيشاركش في التدريبات او مش هيشارك في التدريبات خلال اليومين اللي جايين، و24 ساعه راحه للاعبي الاهلي. طيب نروح للجمهوريه وبيكلموا في اتجاه اخر بخلاف المباراه. الناس خلاص اتكلمت في المباراه، لكن اتجاه فيما يتعلق بالمفاوضات، واحنا مقبلين على شهر يناير وبتقول لك مفاوضات في ايه اكثر من جهه، وده احنا قلناه لحضراتكم اول امبارح حلقه يوم الخميس. قلنا النادي الاهلي ماشي في اكثر من اتجاه في مفاوضات مع اكثر من لعيب يعني، وفي الاخر الحسم هيكون من خلال القرارات النهائيه من الجهاز الفني. الميركاتو صداع في الاهلي، مفيش صداع ولا حاجه، الناس عارفه احتياجاتها ايه وهتتعامل على اساس هذه الاحتياجات. وقريب باذن الله، باذن الله تعالى قريب هقول لكم اخر التفاصيل الخاصه بالمفاوضات والمراكز اللي ممكن يكون كان استقر عليها خلاص النادي الاهلي بخصوص التعاقد معاها باذن الله تعالى. طيب نروح للشروق وبتتكلم عن احمد حجازي وانه بيعود لحسابات الاهلي من جديد. اقول لحضرتك على حاجه، احمد حجازي على طول في حسابات النادي الاهلي. ازاي يعني؟ يعني لعيب بهذا الحجم وهذه الامكانيات لما يكون عنده الرغبه في العوده لمصر فالنادي الاهلي فاتح له الابواب، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي نقاش، ما فيهاش اي تفكير. الوقت اللي هيقرر فيه احمد حجازي ان يكون متواجد اكيد النادي الاهلي هيسعى للتعاقد معاه، ان هو يرجع مصر هيكون موجود باذن الله تعالى في النادي الاهلي، وهي رغبه عند احمد حجازي، هو عارف او هو واخد قراره لو هرجع هو النادي الاهلي. الراجل لعب معانا سنتين كان جيد جدا فيهم في الحقيقه، ولو عاد اكيد هيكون اضافه، حتى لو انت بتمتلك لاعبين مميزين جدا في خط الدفاع، لكن يبقى احمد حجازي قيمه كبيره في هذا المركز واكيد هتحتاجها يعني. لكن ما نشوف الامور بالنسبه له هتخلص عليه، هل هو هيستقر على العوده ولا لا. ازمات الدفاع هي اللي بتزيد من فرص انضمامه في يناير، الموضوع مش متعلق بكده. ومفيش ازمات في الدفاع، في اخطاء، مش ازمات، في اخطاء في الدفاع، في اصابات ممكن تكون بتاثر عليك في هذا المركز بالتحديد. لكن في كل الاحوال انا شرحت لكم جزئيه احمد حجازي انه في اي وقت هيرجع هيكون موجود في النادي الاهلي بكل بساطه. موضوع النقاس ده مش حقيقي، مش موجود زي ما هم بيقولوا. ومعلول يقترب من العوده امام الاسماعيلي، هو فعلا اقرب للعوده امام الاسماعيلي. المباراه هتكون يوم الخميس اللي بعد الجاي ده، احنا عندنا مباراه يوم الاربعاء مع وادي دجله، وبعد كده يوم الاحد مع حرس الحدود، ويوم الخميس باذن الله تعالى مع الاسماعيلي. المباريات كلها هامه في بطوله الدوري. نروح لخبر ايه كمان؟ تعالوا نختم بالدستور، تعالوا نشوف الدستور. بتقول التخطيط ترشح سته مهاجمين ابرزهم كين والبلايلي وكوجو. التعليق ايه؟ التعليق ان الاسماء دي اسماء جيده جدا واسماء يعني قويه جدا في الجانب الفني وتبقى اضافه طبعا، لكن الاهلي مش متجه نحو الثلاثي ده. الاهلي مش متجه نحو الثلاثه دول. لاعبوا الاهلي يرفضون التدريب في السلام، ومحدش قال ان الاهلي هيتمرن في السلام. صالح جمعه يبحث عن عروض للاحتراف. الفرصه قائمه لصالح جمعه دايما، طول ما مفيش فتره انتقالات مفتوحه فالفرصه قدام صالح جمعه. اجتهاد في التدريبات، تركيز كبير، اكيد هيكون ليه فرصه مع مستر فايلر. الراجل الفتره اللي فاتت كان عنده اصابه في العضله الضمه، بقى جاهز خالص لخوض التدريبات بشكل طبيعي. ان شاء الله يكون موفق وباذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه.